الحقيقة أنا لجأت لكم علشان أنا شايف إن زوجتي اللي هي حامل النهاردة في الشهر السابع طريقة التغذية بتاعتها مش سليمة تماماً، وأنا شايف إن ده ممكن يكون مضر عليها وعلى البيبي، بالتالي أنا اضطريت ألجأ لكم عشان تساعدوني. فنانات عالميات مثل فيكتوريا بيكهام ونيكول ريتشي ونيكول كيدمان اتبعوا حميات غذائية جدا قاسية خلال فترة حملهم ليحافظوا على رشاقتهم ونحافتهم. هل هالسيدات هذول هم المثل الأعلى للسيدات الحوامل عامة؟ الواضح أنه مع موضة النحافة الزائدة أصبحت عوارض الحمل بتشكل عقدة كبيرة لدى بعض السيدات المهووسين بأجسامهم، فبيقرروا يتبعوا حميات غذائية صارمة لتفادي زيادة الوزن. بناء على نداء الزوج توجهت شرطية الصحة فرح العلمي عند آية لمعرفة المزيد عن نمط حياتها خلال الحمل. وصلتني شكوى من زوجك انك ما عم تتغذي منيح خلال فترة حملك، هو طبعا قلقان كثير على البيبي، فخبريني شو القصة؟ لا ابدا ما في شيء من هالنوع، بس هي كل القصة بس اني بحب اني احافظ على وزني كرمال ما يزيد، يعني بتعرفي الوحدة هي وحامل تفلش وبتطحن وهي مش حاسة على حالها. طيب شو بتاكلي؟ ببعد عن كل شيء في دسم وبزيح بهرب منه، بحاول اني دائما اتجه للخضرة، العصير، المي، اي شيء يكون ما فيه دسم. يعني ما بتاكلي الا خضره وسوائل؟ تقريبا ايه، مركزه يعني اكثر تركيزي على هذا الاكل. طب بنظام الاكل هذا انت حاسه انه صحه البيبي كويسه؟ انه اذا انا منيحه اكيد البيبي حيكون منيح. اضافه الى الحميه الغذائيه اللي يبدو انها صارمه رغم عدم اعترافها بهالشيء، آية بتمضي ساعات طويله بالجيم لمحاوله الحفاظ على رشاقتها وعدم زياده وزنها. لمعرفة المزيد توجهت فرح مع آية عند طبيب مختص. مرحبا دكتور. دكتور نبيل، آية عم تتبع نظام غذائي كثير قاسي خلال فترة حملها، فبدنا ناخذ رأيك بالموضوع وكيف هذا بيأثر على صحتها وعلى صحة البيبي. طبعا هذا غلط 100%، وبقول لك ليش غلط، لان المراه الحامل طبيعيا فسيولوجيا لازم تزيد من 10 ل 12 كيلو. دكتور 10 كيلو 12 كيلو كثير، يعني مش شيء بسيط. المشكله ان لما المراه وزنها ما بيزيد او ما تاخذ غذاء صحي، هذا بياثر عليها وبياثر على الجنين، بياثر عليها بان المخزون من المواد الاساسيه الغذائيه الاساسيه والفيتامينات بينقص، فيخليها عرضه للامراض وعرضه للالتهابات. بالنسبه للبيبي محتاج نوعيه معينه من الاغذيه ونوعيه معينه من الفيتامينات، فلو نقصت هي الاغذيه بتاثر عليه ونمو البيبي. في نفس الوقت في نقطه ثانيه مهمه جدا، ان قد تؤدي الى بيبي وزنه قليل، وهذا طبعا يؤدي الى مضاعفات بعد الولاده او ولاده مبكره. شو الأخطاء اللي عم ترتكبها آية، وكيف هي الطريقة الصحيحة للمحافظة على رشاقة المرأة الحامل؟ المزيد بالاستوديو.